نكمل إنجيل معلمنا متى الإصحاح العاشر من عدد واحد. متى 10 عدد واحد. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرثولوماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة ولباوس الملقب تداوس، سمعان القانوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، وفيما أنتم ذاهبون اكرذوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات، اشفوا مرضى، طهروا برص، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه، وأي مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات، بسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام مولاه وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم من هذه في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا وصلنا المرة اللي فاتت في آخر الإصحاح التاسع، المنظر الصعب وفي وقت في نفس الوقت المنظر الجميل، إن المسيح بص للشعب كده منطرحين ومنزعجين وكغنم لا راعي لها، وبعدين هو أخذ دور الراعي اللي بيدور على الغنم المنزعجة والمنطرحة، فابتدى يقول يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ويكرز ببشارة الملكوت. وتكلمنا عن ذلك الراعي الصالح اللي تنبأ عنه في أرميا وفي حزقيال ان الله سيقيم راعي أمين لرعيته، وهذا الراعي الأمين شفنا السيد المسيح بيتكلم عن نفسه ان هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، ويقول انا اضع نفسي عن خرافي. وبعدين في اخر الإصحاح التاسع ختم بآية لطيفة قوي، بيقول قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده. وتعبير تلاميذه يورينا ان كان في جموع كتيرة كانت ماشية ورا المسيح وبنتبع المسيح باستمرار، وكل دول اطلق عليهم لقب تلاميذ،
لكن من اول اصحاح 10 نبص نلاقي ان السيد المسيح بيحدد 12 من هؤلاء التلاميذ لكيما يكونوا رسلا. اذا كان الاصحاح اللي فات انتهى بان المسيح طلب، اطلبوا من رب الحصاد ان احنا نصلي ان يرسل فعلا الى حصاده، فبنشوف في اصحاح 10 ان هو بيرسل وبياخد المبادرة بانه يرسل فعل الى هذا الحصاد. ابتدى يعين 12 رسول، وال 12 رسول دول هم اللي التصقوا بيه اكتر وبقوا متابعينه وعينهم لكي ما يكونوا رسولا او يكونوا 12 رسولا على نفس وزن او على نفس شبه ال 12 سبط بتوع شعب اسرائيل في العهد القديم. تملي لقب 12 ده يشير الى الملكوت ويشير الى الكنيسة. عشان كده من العهد القديم ربنا لما اسس ال 12 سبط كمل هذا العمل ايضا ب 12 تلميذ. وان كان رقم 12 يتأمل فيه احد الاباء تأمل حلو ويقول ان 12 ده عبارة عن حصل ضرب 3 في 4، 3 ده رمز الثالوث و4 دول اركان العالم او الاتجاهات بتاعه العالم. وكان ملكوت المسيح او ملكوت الله هو من خلال معرفه الثالوث في كل انحاء العالم او في كل اتجاهات العالم. فالمسيح طلب ان احنا نصلي من اجل ان يرسل فعلا الى الحصاد. لكن الحقيقه لما نرجع لانجيل معلمنا القديس لوقا يقول لنا ملاحظة لطيفة قوي قبل ما المسيح يعين ال 12 تلميذ، يقول ان هو قبل ما يعينهم قضى الليل كله في الصلاة، قضى الليل كله في الصلاة وبعدين راح معين ال 12 رسول. كأن المسيح عارف ان محدش هيصلي، فقام هو بالواجب ده من نفسه. اذا كان قال اطلبوا من رب الحصاد وصلوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده، فهو خد المسؤولية دي انه صلى نيابة عن البشرية من اجل ان هو يعين فعلا لذلك الحصاد. فدعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. الإصحاح 10 ده كله بيتكلم عن إرسالية المسيح لل 12 تلميذ، والحقيقة أنه متقسم باراجرافات حلوة جدا. أول حاجة بيكلمنا عن الدعوة، أنه دعا ال 12، وبعدين يكلمنا عن حدود الإرسالية أو المكان اللي هيبشروا فيه، وبعدين يحدد لهم موضوع الكرازة هيقولوا إيه، وبعدين يحدد لهم امكانيات الكرازة ايه الامكانيات اللي معاهم، وبعدين يحدد لهم سلوكيات الرسول او الانسان الكارز يسلك ازاي ويتصرف ازاي، وبعدين في الاخر خالص يكلمهم عن نتيجة الكرازة. فنقدر نقسم الاصحاح ده للنقط دهيت: دعوة للكرازة، حدود ومكان الكرازة، موضوع الكرازة، إمكانيات الكرازة، سلوكيات الإنسان الكارز، وبعدين في الآخر نتيجة هذه الكرازة. دعا ال 12 تلميذ ويقول إن أعطاهم سلطان على الأرواح النجسة لكيما يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف في الشعب. طب وده العمل اللي بيعملوه ده مين اللي عمله أصلا؟ المسيح. ما هو ده عمل المسيح. لسه ختمين الإصحاح اللي فات إن المسيح بيخرج الأرواح النجسة ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فالمسيح دعاهم إن يديهم العمل بتاعه، وهو ده عمل الكرازة أو عمل الخادم أو عمل المسيح، لأن الخادم بيستمد عمله من شخص المسيح ذاته او رأسا، يطلع الارواح الشريرة، كل روح للخطية موجود في الناس، يشفي كل مرض وكل ضعف في الانسان.
فكانت الدعوة إن هم يستلموا عمل المسيح ذاته ويستمدوا عملهم من عمل شخص المسيح نفسه. وبعدين حدد ال 12، وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس. تملي كان بطرس يذكر مقدما مش لأن ربنا عينه أعلى من التلاميذ التانيين، لكن زي ما واحد مثلا يجي يعد ناس كثيرة فيقول واحد فلان وبعدين يكمل أسامي من غير ما يقول 2 3 4 5 6. فلأن بطرس كان متقدم عن التلاميذ في الكلام والغيرة والاندفاع بتاعه اتذكر بطرس أولا. ويمكن أكتر اسم اتذكر في العهد الجديد هو اسم بطرس، اتذكر حوالي 195 مرة في العهد الجديد. ما حدش خد نفس الشهرة بتاعت بطرس من باقي التلاميذ التانيين. فجاب بطرس الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وليه اسم ثالث اللي هو صفا، اللي هو من كلمة بترة يعني صخرة. ونشوف ازاي المسيح حول بطرس ده من شوية رمال مفككة بعصرة، من انسان ضعيف الى صخرة قوية. واندراوس اخوه، واندراوس يمكن ما يتذكرش عنه مواقف كتيرة في الكتاب المقدس غير مرة ان جماعة من اليونانيين حبوا يشوفوا المسيح، فراحوا قالوا لفلوبوس، وفلوبوس راح قال لاندراوس، وهما الاثنين قالوا المسيح ان في جماعة من اليونانيين عايزين يشوفوك. فالمسيح قال لهم ان حبة الحنطة ان لم تقع وتموت في الارض تبقى وحدها. لكن اللطيف ان اندراوس ده هو اللي جاب بطرس للمسيح. لما نلاقيها في انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني، اندراوس راح جاب سمعان اخوه قال له تعالى شوف المسيح. لكن ما نلاقيش، بالرغم ان المسيح ميز بطرس في امور كتيره جدا، يعني ساعه التجلي وساعه لما اقام ابنه ييروس وفي بستان جسيماني، الا اندراوس ما غرش من اخوه، ما قالش ده انا اللي جايبك ليه يقوم يديك مكان او يميزك بميزات عني او ياخدك وتبقى قريب اكتر مني. لكن اندراوس ده يمثل الانسان الحلو الهادي اللي بينكر نفسه، اللي ما بيغرش بسبب مجد ياخده اخوه. يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه، ودول الاثنين اللي سموهم ابني الرعد، للموقف المشهور بتاعهم لما كان رايح مدينة للسامريين وبعدين رفضوا ان يستقبلوا المسيح، فقالوا له اؤمر ان تنزل نار من السماء وتحرقهم. فيلبس وبرثلوماوس، برثلوماوس هو نفس الشخص اللي اسمه نسنائيل، اللي المسيح قال له رأيتك وانت تحت الايه التينة، لان اغلب الرسل كان ليهم اسامي عبرية واسامي يونانية في نفس الوقت. فبرثلوماوس هو نسنائيل، وفيلبس ونسنائيل من اعز الاصدقاء اللي مرتبطين ببعضهم جدا. توما ومتى العشار، توما اللي يقال له التوأم، ومتى العشار اللي كان جابي للضرائب وتكلمنا عنه. يعقوب ابن حلفة، وده كان ابن خالة المسيح. ولباوس الملقب تداوس، لباوس ده أخو يعقوب ابن حلفة، وليه اسم ثالث اسم يهوذا، اللي هو كتب رسالة يهوذا. يبقى لباوس وتداوس ويهوذا دول شخص واحد، عشان في ناس بتتلخبط وتقول ان في اسامي كتيرة واحنا مش عارفين اسامي ال 12. لباوس هو تداوس هو يهوذا ابن خالة السيد المسيح. وسمعان القانوي، قانوي مش لانه من قانا الجليل، قانوي يعني لقب يقال على مجموعة معينة اسمهم جماعة الغيورين، وكان هو حزب من ضم ليهم، حزب الغيورين، وده كان حزب وطني سياسي. كان اهم مبدأ ليه انه بيكره الاجانب والتعامل مع الاجانب، وكان بيقوموا بثورات كثيرة جدا ان هم رافضين الاحتلال الروماني، وكان ممكن يلجأوا للعنف وللقتل في تحقيق هذا الغرض.
يعني لو عرفوا ان في حد بيتعامل مع الامبراطورية الرومانية من اليهود كانوا بيقتلوه. يعني برضك الحاجة العجيبة تشوفوا جماعة المسيح ازاي المسيح جمع ناس او خليط عجيب جدا من البشر. تتخيلوش ازاي متى كان يقعد جنب سمعان الغيور. ده متى ده كان مفروض سمعان الغيور طلع خنجر كده وايه وقتله، لان متى يعتبر خائن بيتعامل مع العدو وبيتعامل مع الايه مستعمر، لانه كان عشار كان بيجيب فلوس او بيجبل فلوس لصالح الايه المستعمر. فكان سمعان الغيور مفروض حسب حزبه ان هو يقتله. لكن ازاي السيد المسيح قعد الاثنين جنب بعض؟ ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه، وده اللقب اللي باستمرار خده يهوذا في الكتاب المقدس، ويمكن لقب صعب انه تملي لما يتذكر اسمه يقول الذي اسلمه. وكانوا الحداشر كلهم من منطقة الجليل، من منطقة الشمال، ما فيش غير يهوذا اللي كان من منطقة الجنوب، قرية إسخيروت دي اللي هي في مقاطعة يهوذا تحت او في مملكة اليهودية من تحت. فكان الحداشر كلهم من مقاطعة الجليل، المقاطعة البسيطة، الناس الفقراء اللي ما عندهمش معرفة دينية. وللأسف يعني ان اللي اسلموا كان من منطقة اليهودية اللي فيها المعرفة الدينية وفيها الهيكل وفيها العلم. لكن نشوف ان مجموعة التلاميذ كلهم في خلطتهم بعضهم مع بعض مجموعة يمكن مختلفة غير متجانسة، منهم الصياد ومنهم العشار، منهم المتعلم ومنهم الجاهل، منهم اللي ليه اتجاهات دينية معينة واللي ليه اتجاهات سياسية. لكن هذا المجتمع الغير متجانس ازاي السيد المسيح قدر يألف منهم وحدة واحدة ويعيشهم كلهم مع بعض؟ لكن الملاحظ برضك ان المسيح لما اختار تلاميذه اختارهم من الناس العاديين، مفيش ميزة معينة ليهم، ما اختارهمش من الأغنياء ولا ذو مراكز ولا ذو علم، لكن اختارهم جماعة من الناس البسطة العاديين، لأن هو عايز كده، عايز ناس عاديين علشان يعيشوا بمستواهم العادي ويقدروا يقدموا خدمته. ما يبصلهمش الناس ان هم مستوى سوبر او اعلى منهم، لكن هم على نفس مستوى أغلبية البشر. هو ده اللي بيعمله المسيح في الإنسان العادي، مش عايز واحد ليه مؤهلات معينة أو ليه مراكز معينة أو إمكانيات معينة. ربنا بيشتغل بالإنسان العادي، لأنه لا يرى الإنسان كما هو فحسب الآن، بل يراه في الصورة التي يمكن أن يصير عليها. يعني ربنا ما بيبصش لكل واحد فينا دلوقتي هو ايه، لكن تملي يبص للانسان ويشوفه في الصورة اللي ممكن الانسان يبقى عليها لما يستجيب لعمل نعمته والمعونته والقوته. مش مهم انت ايه دلوقتي، لكن المهم انت ايه بعد كده. ده اللي عمله مع بطرس وما بقيت التلاميذ لما كانوا، واغلب اللي دعاهم في وقت الفشل بتاعهم. بطرس معلق الشباك ويقول له تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، في الوقت اللي حاسس فيه انه فاشل، في الوقت اللي حاسس فيه انه هو خاطي، يقول له مش مهم انت دلوقتي ايه، لكن انا بشوفك في صورة تانية غير اللي انت شايف نفسك فيها. عشان كده ربنا دعاهم بنظرته المستقبلية لما سيكونوا هم بعد ذلك. وبعدين يستخدم لقب دعاهم، لان ربنا ما بيرغمش حد، هو بيقدم دعوة واللي عايز يستجيب لهذه الدعوة بيستجيب. حتى يهوذا بالرغم من انه بندينه كتير، لكن يهوذا ده كان انسان عنده مبادئ كويسة، لكن للأسف مبادئه ما قدرتش تسنده. ان كان قال ان انا اخطأت وسلمت دم بريء ورجع الفلوس ومضى وخنق نفسه، لكن هو غلط في غلطة واحدة وهي اللي كانت سبب ضياعه. ده انسان ملتزم، لكن هو ما قدرش يدرك
ويتفاعل مع نعمة ربنا. ما كانش مهم اللي عمله يهوذا في انه سلم المسيح، لكن الاهم هو انه ما قدرش يتفاعل مع نعمة ربنا اللي تقدر ترفعه من ضعفه ومن سخطته ومن خطيته. هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا: الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحرية الى خراف بيت اسرائيل الضالة. وهنا ربنا بيحدد لهم مكان الدعوة بتاعتهم، مكان الكرازة، ودي كانت الإرسالية الأولى، إن هم ما يروحوش لحد غير مين؟ اليهود، ما يروحوش لأمم وما يروحوش للسامريين. مش لأن المسيح رفضهم، لكن في هذا الوقت علشان يبتدوا الدعوة ابتدى الأول بإسرائيل، بالشعب المختار، عشان لما يرفضوا يبقى برفضهم كان غنى للأمم. وخدوا بالكم بردك ان هو لو كان ابتدى بالأمم وابتدى بالناس البعاد كان هيبقى عند إسرائيل حجة انه يرفض، يقول لا ده بيروح من الأول بيكلم الأمم النجسين اللي هم ما نختلطش بيهم وما نتعاملش معهم، يبقى أكيد الدعوة بتاعته غلط. فالمسيح بحكمته ابتدى الدعوة بتاعته اولا الى خراف بيت اسرائيل الضالة علشان يديهم الفرصة بتاعتهم كاملة. وبعد كده نشوف ان هو ازاي في بعد القيامة قال لهم اورشليم واليهودية والسامرة والى اقاصي الارض. لكن في الارسالية الاولى، لان التلاميذ نفسهم ما كانوش يتخيلوا او يقدروا يفهموا يعني ايه يروحوا للامم، ما كانوش يتقبلوا هذا، ولا شعب إسرائيل كان يتقبل هذا. فالمسيح في الأول بعثهم إلى خراف إسرائيل الضالة عشان يديهم فرصتهم هم الأول، وقال لهم إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. إيه حكاية السامريين دول؟ إحنا عارفين إن لما مملكة سليمان انقسمت لست يهوذا في الجنوب، مملكة اليهودية ومملكة إسرائيل في الشمال، وعاصمتها كانت السامرة، وكانت مملكة إسرائيل مكونة من 10 أسباط، لحد ما جات الإمبراطورية الأشورية وثبت المملكة الشمالية، خدت 10 أسباط ودمرتهم، وبعديها جات مملكة بابل وخدت المملكة الجنوبية اللي هي فيها سبط مين؟ يهوذا. بس المملكة الجنوبية السبط يهوذا رجع مرة تاني بعد سبي بابل، لكن المملكة الأشورية لما أخذت مملكة إسرائيل ما قامتش لإسرائيل كيان مرة أخرى، 10 أسباط ضاعوا، وجابوا في مكانهم اللي هو مكان السامرة اللي عاصمتها، جابوا خليط من شعوب كتيرة ومن أمم. الأشوريين اللي عملوا كده جابوا خليط من الأمم مع شوية من الأسباط 10، فبقت السامرة أيام المسيح مش عبارة عن 10 أسباط، لكن عبارة عن خليط بين الأمم ومجموعة من شعب إسرائيل اللي هم باقي الأسباط 10. وبعدين كان لهم بعض المبادئ كده، يعني نقدر نقول إن كانت السامريين دول حلقة وسط ما بين اليهود وما بين الأمم. كانوا يعرفوا شوية حاجات عن العهد القديم، يعرفوا الأصفار 5، كان عندهم جبل اسمه جبل جرزيم اللي عملوا فيه عبادة الإله بعل أو الإله بال، وعبدوا بعض الأصنام عليه، وده اللي المرأة السامرية كانت بتكلم المسيح عنه: أباؤنا سجدوا في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم اللي موجود في السامرة، وأنتم تقول أن السجود ينبغي أن يكون في أورشليم، نسجد هنا ولا هناك؟ وعارفين رد المسيح عليها، قال لها لا هنا ولا هناك. فكان السامريين خليط ما بين باقي الأسباط 10 اللي اختلطوا بالأمم وبعبادات الأمم وبنجاسات الأمم. عشان كده كان اليهود تملي ينظروا للسامريين بنظرة احتقار ونظرة دناءة، ان انتوا اللي عايشين في وسط الامم ومتأثرين بعبادتهم. ونشوف ان السيد المسيح حتى بالرغم انه في الاول ما بعتش تلاميذ،
للسامرة، لكن اتكلم عن مثل السامري الايه الصالح، ووضح ان في كل مكان في انسان كويس. ونفس السيد المسيح دخل السامرة بعد كده بواسطة المرأة السامرية، لكن كانت الارسالية بتاعت الاتناشر تلميذ انكم تروحوا لمدن الجليل تبشروا فيها ومدن اليهودية تبشروا فيها. وفيما انتم ذاهبون اكردوا قائلين انه قد اقترب ملكوت السماوات. ايه موضوع الكرازة؟ ايه الكرازة اللي هيبشروا بيها او هيخدموا بيها؟ كلمتين، اقترب ملكوت الايه السماوات. نفس الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان، ونفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح خدها نفس الرسل وكردوا بيها، ان هم طلعوا يكرزوا بملكوت ربنا. الكرازة بالملكوت وبفكر الملكوت، لان احنا عارفين ان كان شعب الله من زمان مهيأ ومستعد ومنتظر مجيء ملكوت المسيح. فكان الاتناشر الرسول ارساليتهم ان هم يطلعوا ويقولوا في كل اليهودية اقترب ملكوت السماوات، تقبلوه ولا ما تقبلوهوش. كلمة اقترب يعني قريب، ان المسيح والملكوت قريب من كل واحد، ما هوش بعيد، لكن في متناول اليد وفي متناول الحصول عليه. ما نحسش ان الملكوت ده شيء بعيد عنا او صعب المنال او صعب الحصول عليه، لكن الكرازة والفرحة بالبشارة ان الملكوت ده قريب من كل واحد منا. وعارفين ارتباط الملكوت بمشيئة الله، لما بنصلي له ليأتي ملكوتك ها لتكن ايه مشيئتك، ان الملكوت هو ان احنا نعيش في مشيئة ربنا وان احنا ننفذ مشيئة ربنا. وفي هذا الوقت اللي كانوا بيكرزوا فيه كان على اعلى مستوى مشيئة الله يتم وبتتنفذ، الوقت اللي كان فيه المسيح على الارض، لان المسيح كده قال عن نفسه ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني. عشان كده حقق الملكوت على اعلى درجة في انه نفذ مشيئة الايه الاب. وحتى كلمة توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، إن كانت التوبة هي باب الدخول إلى الملكوت، طب إحنا بنتوب يعني إيه؟ يعني بنعتذر لربنا إن إحنا كسرنا مشيئتك، ما سمعناش مشيئتك وعشناها، وبنوعدك يا رب إن إحنا ننفذ مشيئتك فين؟ في حياتنا. هو ده الملكوت. عشان كده كان مفتاح دخول الملكوت هو التوبة. في مرات كتيرة ينطق قبل ما يقول اقترب ملكوت السماوات، يقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الايه السماوات. بس معنى التوبة الحلو اللي يدخل الملكوت، مش معنى التوبة ان احنا نسلك في حالة من حرمان او كت، لان الملكوت مش حرمان ولا كت، ان انا احس ان انا محروم من حاجة او حاجة كبتها جوايا، لكن حالة الملكوت هي حالة شبع، حالة ارتواء، حالة فرح، حالة تهليل. وده اللي يميزنا بين التوبة اللي احنا بنتوبها بالروح القدس وبين التوبة اللي احنا بنصنعها بانفسنا. في فرق بين واحد بيتوب بروح ربنا بالروح القدس المبكت، وبين واحد تاني بيعمل توبة من صنع نفسه. التوبة العاملة فينا بالروح هي اللي بتدخلنا الملكوت، هي اللي بتنشئ جوانا حالة شبع وفرح وتهليل، لكن التوبة اللي بنصنعها من أنفسنا هي اللي بتبقى توبة فيها حرمان وكبت، حرمان من كل ما هو أرضي دون التمتع بما هو سماوي. يعني لحصل السماء ولحصل الايه الأرض، حرم نفسه من اللي في الأرض، لكن في نفس الوقت ما تمتعش بالملكوت، ما تمتعش بالسماء. دي التوبة اللي بنصنعها بنفسينا، مش التوبة اللي مصنوعة بالروح القدس. لكن التوبة اللي مصنوعة بالروح القدس هي اللي بتمتعني بالملكوت وبالسماء وبالشبع، عشان كده ما بحسش بحرمان، ما بحسش بكف. التوبة اللي مصنوعة بالروح تنشئ فرح،
لكن التوبة المعمولة بصنع الإنسان تنشئ حزن وضيق وقلق ومرارة وإحساس بالحرمان وبالكبت. كان موضوع الكرازة اقترب ملكوت السماوات، إن ملكوت السماوات قريب منا، فهل تقبل الدعوة ولا لا؟ اشفوا مرضى، طهروا برة، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مذودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. بعد ما اتكلمهم عن دعوة الكرازة وعن حدود ومكان الكرازة وعن موضوع الكرازة، ابتدى يكلمهم عن الإمكانيات اللي معاهم. أول حاجة في الإمكانيات اللي تساعدهم في الكرازة ونشر الملكوت، اشفوا مرضى. تكلمنا عن ارتباط المرض بالخطية، انكم عندكم مقدرة انكم تشفوا الإنسان من الخطية ومن المرض. طهروا برص، البرص ده كان رمز للنجاسة، هتصنعوا تطهير للنجس. أقيموا موتى، تنشئوا حالة قيامة في حياة الإنسان الميت بسبب الخطية. اخرجوا شياطين، اطردوا الروح الشريرة اللي موجودة في كل إنسان. معهم إمكانية عمل معجزات جبار، دي أول إمكانية. معهم عمل الله نفسه، إذا كان المسيح هو اللي عمل الحاجات دي، شفى مرضى وطهر برص وأقام موتى وأخرج شياطين، فهو دي أول حاجة في الإمكانيات، إن معاهم هذه الإمكانيات، إمكانيات الله ذاته. خدوا بالكم في إمكانيات الكرازة اللي اداها للتلاميذ تختلف عن الإمكانيات اللي في العهد القديم ربنا اداها لموسى. موسى لما ربنا زوده بإمكانيات زوده بإيه؟ بضربات، اضرب، حول مية لدم، واعمل وسوي، وبرق وظلام ودمامل وموت. في العهد القديم موسى كان مزود بضربات لإثبات الكرازة بتاعته، لكن في العهد الجديد عهد النعمة تلاميذ ما زودوش بضربات، ان هم يموتوا الناس ويضلموا الدنيا وينزلوا مطر، لكن كانت الامكانيات اللي معهم امكانيات تتوافق مع عمل النعمة. اشفوا، طهروا، اقيموا، اخرجوا. لكن الامكانيات الجبارة دي اللي ادها لهم وصاهم بامكانيات تانية، انكم تكونوا متجردين من كل شيء، معاكوا عملي وقوتي، عشان كده ما تشيلوش لا ذهب ولا فضة ولا نحاس ولا ثوبين ولا عصا ولا احذية. يبقى عندكم حياة التجرد، لاني انا في انجيل مرقس، ان في انجيل مرقس ربنا قال لهم شيلوا عصا، لكن هنا قال لهم ما تحملوش ايه؟ عصا. فبساعات الناس تحس ان في اختلاف بين الاناجيل، طب يعني هو قال لهم تاخدوا عصا ولا ما تاخدوش عصا؟ حقيقة ان كلمة عصا اللي موجودة في انجيل متى غير العصا اللي موجودة في انجيل مرقس. اللي في انجيل متى موجودة كلمة بيشبوت، بيشبوت العصاية بتاعت القتال او الضرب، اللي منها النبوت، او اللي فينا من الصعيد يعرفوا حاجة اسمها الشبوطة، عصاية كده زي النبوت ضخمة يضربوا بيها يموتوا بيها. دي اللي نفى ان هو ان هم ياخدوه معاهم، لكن العصاية الموجودة في انجيل مرقس مش جن، اللي هي عصا الاتكاء، يعني اللي يتسند عليها بتاعت الواحد العجوز العكاز يعني. لكن في كلتا الحالتين تلاحظوا ان المسيح قال لهم ما تاخدوش حاجة مضاعفة، ما تاخدوش ثوبين يعني كفاية اللي ايه اللي عليك، ما تاخدش جزمتين كفاية اللي في رجلك، ما تاخدش تحط نحاس وفضة وذهب في المنطقة بتاعتك عشان تعمل حساب بكرة، لان هو متكفل بكل احتياجاتهم ومتكفل بكل متطلباتهم. يقول لأن الفاعل مستحق طعامه. على رأي أحد القديسين، القديس جيروم كان راهب فرنسي، يقول تعليق لطيف قوي عن الإنسان اللي عاش مع ربنا، اختبر اختبار حلو قوي. يقول الاختبار ايه؟
ليس لنا مخازن لنخزن فيها، يعني ما عندناش مخازن نخزن فيها أكل واحتياجات، لكننا ننال فيضا من الله في اللحظة المطلوبة. يعني ما عندناش حاجة نخزنها، لكن في اللحظة المطلوبة في لحظة الاحتياج ننال فيض من ربنا، فيض من ربنا. لما بنبقى محتاجين حاجة ربنا بيبعث لنا فيض، مش بس الاحتياج، لكن بيبعث فيض من هذا الاحتياج. وبعدين ابتدى يكلمهم عن سلوكيات الكرازة، ايه ازاي يسلكوا في وسط المكان اللي هما بيكرزوا فيه. اول قاعدة ربنا حطها لهم: مجانا اخذتم، مجانا ايه واعطوهم. انتوا معاكوا عمل معجزات، هتشفوا مرضى وهتطهروا برص. انتوا ما تتخيلوش يعني واحد ابرص يطهر، يعني ايه واحد معزول ومتروك ومطرود من المدينة ونفسيته سيئة جدا ومتبهدل، وبعدين ينال التطهير فيرجع ويمارس كل حقوقه ويتمتع بكل الحاجات دي. اعتقد ان كل واحد ممكن يدفع كل ما يملك من اجل انه ينال الايه الشفاء او التطهير. فكان ممكن ان المعجزات دي تبقى وسيلة ربح جبار جدا للتلاميذ، وده اللي حب سيمون في مرة من المرات انه يشتريه. فبطرس قال له: لتكن فضتك معك لايه؟ لهلاكك. يعني اللي بيعجز الطب والعلماء عنه دول في لحظات بيعملوه. فكان قدامهم وسيلة للغنى. فكان اول تنبيه للمسيح: اوعوا تخلوا كرازتي وسيلة للربح او للمنفعة الشخصية. ده كان اول درس في السلوكيات نبه عليه المسيح جدا: مجانا اخذته، مجانا اعطوا. انتوا ما دفعتوش حاجة، لكن اديتكم نعمة عطية مجانية، لان الملكوت قايم على النعمة، ومش النعمة بس ولكن النعمة المجانية. فكرة ملكوت المسيح نعمة مجانية، حدش بيقدر يدفع ثمن، حدش يقدر يشتري الملكوت. من خيبة العذارى الجاهلات ان هم طلعوا عند الباعة علشان يشتروا، بس للأسف ده ما بيتباعش، ده عطية مجانية ومحدش يقدر يدفع ثمنه. ان كان صنع المعجزات عملوا هو وحيديهم هذا العمل، فعدم اخذ اي شيء والتجرد الكامل ده هو عملهم الشخصي، دورهم اللي هم يعملوه. دوره هو ان يزودهم بمعجزات، لكن دورهم هم ان هم يعيشوا حياة الايه التجرد. واي مدينة او قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق واقيموا هناك حتى تخرجوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فان كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، وان لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم اليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبار ارجلكم. قال لهم: ما تخشوا بيت اقعدوا فيه، ما تنتقلوش من بيت لبيت ومن مكان لمكان. هي الحتة دي مهمة جدا في التركيز على مكان واحد، لانهم لو قعدوا ينقعدوا عند فلان شوية وعند فلان شوية وعند فلان شوية، معنى كده ان هم بيدوروا على متعتهم وعلى راحتهم الايه الشخصية، وكل بيت هيخشوه هيبتدوا يكرموهم من اول وايه وجديد. ما هو تملي كده العادة، يعني اول ما يخش يبتدوا الكرم، وبعدين لما بيطولوا الكرم بيقل بقى، خلاص بقوا قاعدين معانا. فهم لو هيتنقلوا من مكان لمكان معنى كده انه بيدوروا على متعتهم وراحتهم. ما استريحناش في البيت ده نروح نشوف بيت تاني يريحنا، ما اكرمناش في البيت ده نروح نشوف بيت تاني يكرمنا اكتر. فلهم: انتوا رسالتكم مش متعتكم وراحتكم الشخصية، لكن رسالتكم هو ان انتوا تأدوا البشارة بالايه بالملكوت او الكرازة بالملكوت. ما تتنقلوش من مكان لمكان. وده حلو جدا بالنسبة للخدمة،
لان لو في حد سمع كلامهم وعايز يدور عليهم تاني، لو عارف المكان والبيت الاولاني هيلاقيهم، لكن لو هم بيتنقلوا هيفضل يدور عليهم ممكن ما يلاقيهمش. خشوا قولوا سلام لهذا البيت، بس تنقوا البيت اللي مستحق، ما تنقوش بيت يعطل الكرامه بتاعتكم. مين هو المستحق؟ هو الانسان اللي يقبل العمل بتاعكم عنده، هو الانسان اللي يرحب. لكن لو انسان مش عايز تفرضوش نفسيكم عن الناس. المسيح علمنا ان احنا نحب الناس ونتعامل مع كل الناس، لكن ما نفرضش نفسينا على الناس. ده شيء مهم جدا انك ما تفرضش نفسك على غيرك. حب الكل وتعامل مع الكل، لكن ما تفرضش نفسك على الناس. هنا تدخلون البيت سلموا عليه، ادوله السلام، ادوله البركه. مش تخشوا على طول احنا جايين نكرز، مش جايين نسلم، مفيش وقت للسلام. لا، ادوهم السلام وادوهم البركه. لو هو بيت سلام ومستحق للسلام يحل سلامكم عليه، لكن لو رفضكم ومشاكم وزهق منكم ما تزعلوش، يرجع سلامكم ايه اليكم. ما تتأثروش وما تحزنوش وتقولوا الناس دي ما بتقدرناش، انت ما خسرتش حاجة، سلامك رجع لك مرة ايه مرة تانية. لكن لو ما قبلكوش وما سمعكوش اخرجوا خارجا من تلك المدينة او من ذلك البيت وانفضوا غبار الذي لصق بايه بارجلكم. اولا عند اليهود لما يكون واحد يهودي جاي من منطقة الأمم أو من منطقة أممية ويخش إلى منطقة اليهودية، كان لما يعبر الحدود ينفض الغبار اللي في رجليه، لأن هو جايب غبار من أرض أممية ويخش بيها لأرض مقدسة فكأنه بينجسها، فقبل ما يخش ينفض الغبار من رجليه عشان ما ينجسش أرضه الإيه المقدسة. بالنسبة للناس الفلاحين والبسطة تستعجبوا من المعنى، لكن هو معنى واقعي. تعرفين ان الحيوانات بتعيش مع الفلاحين في نفس المكان، يعني عنده بقرة بيدخلها وينام جنبيها، يعني تحطها في وسط الدوار كده يعني، وهم بيستفيدوا من مخلفات ومن روث الحيوانات، بيعملوها زي طوب وساعات بيستخدموها في الفرن، يعني روث الحيوانات وسماد عنده ليه قيمة. وكون ان الحيوان بيبقى عايش في الدوار او في الفناء بتاع البيت بينزل المخلفات بتاعته في نفس الحوش، اي حد بيخش بيدوس، فلما بيدوس بيلزق في رجليه من مخلفات دهيت، فلو هو طالع بياخدها بره بيقلل لهم الكميه. هم عندهم دي حاجه يعني مهمه جدا، بيمشوا حتى ورا الحيوان طول ما هو ماشي ويجمعوا الروث بتاعه علشان يستخدموه. فكأنه عايز يقول لهم حتى يعني احنا دخلنا ورجلنا تعاصت وخرجنا من عندكم، ادي احنا سايبينه لكم، مش عايزين منكم حاجة. ولما يعملوا عملية تنفيض الغبار يفكرهم بنجاسة الامم، ان التراب ده شهادة عليكم انكم رفضتم الدعوة، انكم ما قبلتوش الدعوة. واللطيف في انجيل معلمنا مرقس انجيل معلمنا لوقا ان ربنا يزود حتة في الموضوع ده، بيقول حتى وانتوا بتنفضوا الغبار قولوا لهم برضك قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات. يعني سواء قبلوكم او ما قبلوكوش وصلوا لهم الايه الرسالة ان ملكوت السماوات ايه قريب. ودي شطارة الخادم او الكارز بالمسيح، انه يعرف يوصل رسالة المسيح سواء ان الانسان اللي قدامه ده قبله او ما قبلهوش. انفضوا غبار ارجلكم، ان انتوا ضيعتوا الفرصه بتاعه الملكوت عليكم. الحقيقه في مثل لاتيني حلو يقول ان في ثلاث حاجات لو طلعت لا يمكن ترجع تاني. ايه الثلاث حاجات اللي لو طلعوا لا يمكن يرجعوا تاني؟ لا، ممكن الروح ترجع تاني، لان المسيح دخل ارواح في اناس ايه ميتين. لكن الكلمة اللي تطلع من البق طالما طلعت مش تقدر ترجعها تاني. عشان كده يقول لك من فمك تتبرر ومن فمك ايه تدان.
الكلمة اللي طلعت من بقك سواء صح او غلط طلعت مش هتقدر ترجعها. هتقعد تعتذر، تقعد تقول متأسف، لكن هي طلعت خلاص، ما ترجعش تاني لبقك. تاني حاجة، السهم اللي ينطلق، سهم انطلق ما بيرجعش لورا، بيطلع لايه؟ لقدام، لا يمكن يرجع. تالت حاجة، الفرصة التي تضيع لا يمكن ان ترجع. انت فوتت فرصة عليك مش هترجع الفرصة تاني. ده اللي شفناه مع عيسو لما باع البروكورية وضيع فرصة البركة بتاعته، يقول مع انه طلبها بدموع لكن ما رجعتلوش تاني. عشان كده الفرصة الروحية اللي في حياة الانسان ما بترجعش، ما بترجعش. والحق اقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. هتكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا. سدوم وعمورة دي اللي كان الشر متزايد فيها وربنا أحرقها بنار وإيه وكبريت، عارفين ليه؟ ليه؟ رفضوا ضيافة الإيه؟ الملائكة، ما استقبلوش الملاكين، حاولوا إن هم يعملوا نجاسة. فقال لهم ان دول اللي رفضوا رفض الملائكة وحاولوا يعملوا نجاسة فيهم هيبقى لهم حالة اكثر احتمالا. وكأن المسيح هنا بيكشف لنا عن حاجة عن الجحيم او عن جهنم، انه برضك الجحيم ده عبارة عن ايه؟ درجات او حالات اكثر احتمالا من اخرى. زي ما النعيم هو حالات نجم يمتاز عن نجم في المجد، ايضا الجحيم قلب سدوم وعمورة اللي تمادى شرها وعمقها لدرجة انها احرقت بنار وكبريت هيكون لها راحة اكثر احتمالا من المدينة او القرية او البيت اللي هيضيع عليه هذه الفرصة الروحية اللي هي فرصة الملكوت. ها انا ارسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. لكن احذروا من الناس، لانهم سيسلمونكم الى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون امام ولاه وملوك من اجل شهادة لهم وللامم. فمتى اسلموكم لا تهتموا كيف او بما تتكلمون، لانكم تعطون في تلك الساعة ما يجب ان تتكلمون به، انكم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاء إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم من هذه المدينة إلى الأخرى؟ اذهبوا إلى الأخرى. حقيقة أن المسيح هنا إذا كنا تكلمنا عن الدعوة وعن حدود الكرازة وعن موضوع الكرازة وعن إمكانيات الكرازة وعن سلوكيات الكرازة، كلمهم مسبقا عن نتيجة الكرازة. كان المسيح أمين جدا في إرساليته للتلاميذ، ما لهمش هتروحوا تلاقوا الطريق مفروش بالورود والرياحين وحيستقبلوكم بأقواس النهر وحيسجدوا ليكم ويقولوا لكم أهلا وسهلا وتفضلوا. لكن المسيح كشف الحقيقة جدا وبمنتهى الوضوح للتلاميذ ان الطريق ايه؟ صعب، انكم هتلاقوا مقاومة وهتلاقوا رفض وهتلاقوا ضيقات. لكن الجميل بالرغم من الضيقات اللي اعلنها المسيح بمنتهى الوضوح، اعلن لهم عن تعزيات ترافق هذه الايه؟ الضيقات. النتيجة في مقاومة للكرازة وفي رفض للكرازة وفي ضيقات هتنالوها وتصيبكم، وهتكونوا مبغضين ومطرودين وتسلمون للمحاكمات. لكن في تعزيات شديدة جدا جدا هتلاقوها. ويتكلم عن تعزيات الروح القدس. اول حاجة قالها لهم انكم هو ارسلكم كغنم في وسط ايه؟ ذئاب. يعني انتوا عبارة عن شوية غنم في وسط ديابة. انتوا تخيلوا العكس، لو في ديب في وسط غنم، لو ديب واحد في وسط غنم يعمل فيهم ايه؟ يفرتكهم يفلكهم. ده بقى العكس كمان، يعني مش ديب في وسط غنم، ده هم غنم وهيتحطوا في وسط ايه؟
دياب، مش ديب واحد، ده مجموعة دياب. عشان كده قال لهم إذا كان غنم، إذا كان ديب واحد بيهدد قطيع بحاله من الغنم، فكم وكم من شوية غنم صغيرين لا تخاف أيها القطيع الإيه الصغير يتحط في وسط جمهرة من الذئاب. فهو لا محالة من أنكم هتتفرتكوا، أنكم هتتاكلوا، بس أكلتكم دي مهمة جدا. على رأي القديس أغسطينوس يقول أن ربنا لما أرسلنا كحملان في وسط ذئاب أو كغنم في وسط ذئاب، طب ليه يا رب ما أنتش عارف أن الذئاب هتاكل الحملان؟ يقول أنا عارف وأنا عايز الذئاب تاكل الحملان، عشان الذئاب لما تاكل الحملان تتحول الذئاب إلى إيه؟ إلى حملان، تكتسب طبيعة الحملان. عشان كده إن كانت الغنم تبدو في مظهر ضعيف بيتاكل من الذئاب، لكن هي في قوة جبارة جدا، إنها لما تتاكل هتحول الديب إلى إيه؟ إلى غنم، إلى حمل. وده اللي شفناه على تاريخ مر العصور، استشهاد العصور اللي كانت مرت بيها الكنيسة. واحد زي إريانا، الوالي إريانوس والي إنصنة، من كتر كان ديب ومن كتر ما كان حملان جه في الآخر هو تحول إلى إيه؟ إلى حمل. انتوا لما تقروا في السنكسار وفي قصة الاستشهاد، إريانوس الوالي ده يعني كان أشد والي في تفننه في العذابات. يعني لما كان الولاة التانيين يتعبوا من واحد ومن تعذيبه ويعجزوا، يبعثوه لمين؟ لإريانو والي إنصنة، ده كان متخصص في التعذيب. من كتر ما كان من الحملان تحول هو إلى حمل واستشهد على اسم الإيه؟ المسيح. يمكن تعرفوا قصته اللطيفة. بولس الرسول كان ديب بيأكل حملان، تحول هو أيضا إلى حمل. عشان كده كانت الرسالية بتاعتهم أن أنتوا كغنم في وسط حملان وفي وسط ذئاب، عشان الذئاب دي لابد أنها تتغير وتكتسب طبيعة الحملان، بس لازم الحملان يكون عندها استعداد أنها تتاكل. كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. بين الحمامة والحية يقول بردك القديس جيروم تعليق لطيف قوي، يقول ان وداعة الحمام البسيطة ما بتخليهاش تعمل معثرة او تلقي فخ لأحد. يعني انت مطلوب انك تبقى زي الحمامة، ما ترميش فخ لحد، وفي نفس الوقت تكون حكيم زي الحية، فلا تسمح لأحد أن يلقي لك فخ أمامك. أنت ما تخدعش حد زي الحمامة، وفي نفس الوقت ما تتخدعش من إيه؟ من حد. عندك حكمة الحية زي ما قال عنها الكتاب، كانت أمكر وأحيا كل الإيه؟ الحيوان. وعندك بساطة الحمامة، إنك ما تخدعش حد وما تنصبش فخ الحد، وفي نفس الوقت أنت صاح لنفسك، ما بتنخدعش من حد وما بيترميش قدامك فخ من حد. صح. اذا كان تعبان في حكمته بيعمل حاجه لطيفه قوي. تعبان لما يعجز وسنه يكبر ويحس انه شاخ، بيعمل حاجه لطيفه قوي، دي حكمه نتعلمها من التعبان. يروح في جحر ضيق او في خرم ضيق، حاجه ضيقه جدا، ويخش يحشر نفسه فيه، ويفضل يحشر 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 نفسه فيه في الخرم الضيق ده لحد ما الخرم الضيق يسقط جلده، فيقلع الجلد القديم بتاعه اللي قدم وعجز، وبعدين يتجدد يطلع له جلد جديد. ادي حكمة التعبان. عشان كده التعبين تعيش فترات طويلة. لما يحس ان جلده قدم يخلع العتيق ويلبس ايه؟ جديد. عشان كده بولس الرسول يقول انتم الذين خلعتم العتيق مع كل اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صوره الله ايه؟ خالقه. عشان كده لما تحس انك عجزت وشخت في الحياه الروحيه، اخلع العتيق والبس الايه؟ الجديد. وبرضك من ذكاء الحيه او التعبان، التعبان عارف ان سر قوته كلها في راسه. عشان كده لما يخش معركة مع أي حد يوصل يلفلف نفسه جامد جامد، تحس إن الراس تبقى إيه؟ تحت،
ويسيب جسمه يتضرب زي ما يتضرب. يعني ممكن تقطع في التعال زي ما انت عايز ما يهموش، لكن راسه دي يحافظ عليها جدا لانه عارف انه يرجع ينمو مرة ثانية والجسم ده ايه بيتكون. لكن كل اللي يخاف عليه راسه، لان فيها السم، فيها قوته، فيها حياته. ضربت راسه، عشان كده الناس اللي بتصطاد تعابين ما بتركزش في الجسم، ما يضربش رصاصه في الجسم التعبان، لكن ينشل على ايه؟ على الراس. ضربت راسه مات. اذا كان الراس بتاعنا هو المسيح، اما نحن فلنا فكر المسيح. عشان كده في حربك الروحيه حافظ على راسك. مش مهم الجسم، مهم الفكر. لان لو الفكر اتضرب هتضيع. زي ما اتكلمنا ان القضيه تملي منشاها فين؟ في الفكر. عشان كده احمي فكرك بكل قوتك، احمي فكرك من الشك، احمي فكرك من النجاسه، احمي فكرك من الغضب، احمي الراس بتاعتك، خلي فيها المسيح، دافع عن فكرك. عشان كده بيقول يلبس خوذة الفرار. تعلم الحكمة من التعبان اللي بيجدد نفسه واللي بيحافظ على راسه. تعلم الوضاعة من الحمامة. ايه الفرق بين الحمامة وبين الغراب؟ لما ترجعوا لقصة نوح، حمامة رجعت غصن زيتون لمين؟ لنوح. الحمامة طلبت ما لنوح؟ يعني رجعت تطمن مين؟ نوح. ونوح ده رمز المسيح، طلبت مال المسيح. لكن الغراب دور على الجيف والنتانة وقعد ايه ياكل، طلب مال نفسه، حتى لو كان مال نفسه ده عبارة عن نتانة وعن نجاسة. عشان كده الحمامة تطلب مال المسيح، مال نوح، لكن الغراب يطلب مال ايه؟ لنفسه. كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام. وبعدين يكلمهم، إذا كان تنبأ لهم عن الضيقات احذروا من الناس، لكن يبتدي يكلمهم عن تعزية الروح القدس. ودي أجمل حاجة في المسيحية كلها، هنشوفها المرة الجاية، إزاي إن الروح القدس ده بيعطي تعزية للإنسان بالرغم من الضيقات وبالرغم من الآلام اللي متنبأ بيها واللي موعود بيها الإنسان اللي حيمشي في طريق الملكوت. لكن هناك تعزيات يسكبها الروح القدس لكل نفس. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل. تكلمنا عن التوبة اللي بالروح والتوبة اللي من صنع الإنسان. التوبة اللي بالروح القدس تنشئ لداخل الإنسان حالة من الشبع، حالة من الفرح، لأن الحزن الذي حسب مشيئة الله ينشئ توبة، والتوبة تنشئ ايه؟ فرح. لكن التوبة اللي من صنع الانسان اللي عبارة عن شوية حرمان وكبت، هيفضل مكبوت 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 وحاسس بمرارة وبضيق، وان الحياة مع ربنا دي شيء صعب جدا وشيء غير محتمل، وكله عبارة عن كبت وحرمان، مش هيقدر يستحمل، هيجي في الاخر وايه؟ وينفجر. لان مفيش تعزية بياخدها من الروح القدس. اتحرق ما هو ارضي دون ان يتمتع بما هو للايه؟ للسماء. علشان كده التملي لما بنسال نفسينا ليه احنا بعد ما بنتوب على الخطيه وبنعترف بيها وبنتناول نرجع نغلط فيها مره تاني؟ لان التوبه دي من صنع ايه؟ انفسنا، مش من صنع الروح الايه؟ القدس. يشبهها بطرس الرسول بمثل ككلب عائد الى قيئه. الكلب عمل ايه؟ كان اكل مش نظيف، وجعت له معدته وحصل مغص، راح بقع مطلع الاكل اللي تعبه. بعد شويه جاع، معدته ابتدت تقرص عليه تاني، ما لقاش حاجه ياكلها. تحت الاحساس بالجوع وبالحرمان رجع وكل اللي ايه؟ اللي اتقياه قبل كده. ده احنا نفس اللي بنعمله. كلنا اكل مش نظيف، اقع قدام ابونا في الاعتراف، لكن ما حرصناش ان احنا ناكل اكل نظيف، ان احنا نتملي، ان احنا نشبع. عشان كده بعد شويه تحت الاحساس بالاحتياج وبالجوع نرجع لنفس الخطيه مره ايه؟
مرة تانية. لكن النفس الشاطرة او التوبة اللي معمولة بالروح القدس اللي بعد ما فرغ اللي جوايا من غلط احط جوايا حاجات ايه كويسة اتمتع بما هو سماوي وما راش اخدها الا بعطايا الروح الايه القدس. عشان كده بحرص ان الروح القدس هو اللي يتوبني. توبني يا رب فايه فاتوب. مش مجرد ان انا يعني عملت شوية حرمان لنفسي من خطايا او شوية كف لنفسي من شوية شهوات يبقى انا تايم. عشان كده برجع لنفس الخطية لاني حاسس بحرمان بجوع. نفس الشبعانة تدوس الايه العسل انما النفس الجائعة كل مر حلو. عشان كده لو الروح القدس اللي بيتوبني بيديني توبة شبعانة مش توبة جعانة. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ تفضل ونصلي. متى 10:16 فأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحياد بسطاء كالحمام ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم وللأمم. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من السيد. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل ذابول فكم بالحري أهل بيته. فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قلوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفرس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها مخصاة. فلا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكل من يعترف به قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكن ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنه أكثر مني فلا يستحقني ومن لا يأخذ صليبه يتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها. ومن يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا لسنا بنتكلم عن إرسالية السيد المسيح للاتناشر تلميذ في أنهم يخرجوا ويكرزوا بدعوة وبشارة الملكوت. شفنا اختيار المسيح للتلاميذ وشفنا إمكانيات اللي المسيح بيزودها للتلاميذ وهم في إرساليتهم والزمن والوقت وتصرف وسلوكيات الكرازة. وكنا وقفنا عند آخر نقطة أن السيد المسيح
كان أمين جدا مع تلاميذه في أنه تكلم بصراحة عن نتيجة الكرازة، وأخبرهم عن الصعوبات أو المضايقات اللي حيلاقوها، وأخبرهم عن المضايقات دي بمنتهى الأمانة، ما سهلش الطريق قدامهم، لكن قال لهم أن أنتوا هتخرجوا كغنم في وسط ذئاب. تكلمنا في الحتة دي المرة اللي فاتت، إن كان ديب واحد يخش في وسط قطيع من الغنم يبدد هذا القطيع، فكان بالحري بقى لو إن غنم قليل دخل في وسط قطيع من الذئاب. وتكلمهم عن الآلام اللي هيشوفها والمعارضة والمقاومة اللي هيلاقوها، أولا من السلطات الحاكمة هيقفوا قدام ملوك وولاة كثيرين، وتكلم عن الجلد وتكلم عن الإهانة والضرب. ثانيا من السلطات المدنية الدينية، مش بس السلطات الحاكمة، انهم هيقفوا قدام مجامع، المجامع اللي هي السلطة الدينية او مكان تجمع اليهود، فهيحاربوا سياسيا او هيحاربوا من الولاة وهيحاربوا من قادة الدينيين. والاكتر من كده انهم هيحاربوا من الاب والام والابنة والابن والاخ والاخ، هيحاربوا من البيت. ولخصها المسيح في الاخر وقال وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. هو أنبأهم بما حيجدوه من صعوبات وبما حيجدوه من ربط، وأنهم مش بس حيقاسوا آلام من الولاة ومن القادة الدينيين ومن أهل البيت اللي قال عليهم أعداء الإنسان أهل بيته، ولا من العالم ككل لأن الجميع حيرفضهم وبس، لكن ده حيطردوا من مدينة إلى مدينة، وان هم هيتحملوا الام كتيره، ولدرجه انه حط علامه مميزه للتلميذ بتاعه او الرسول بتاعه، ان التلميذ بتاعه لابد ان يكون حامل الصليب. لكن في نفس الوقت اللي المسيح اخبر التلاميذ فيه بنتيجه الدعوه بانهم هيكونوا مرفوضين وهيقابلوا مقاومه وصعوبات كتيره، إلا إن الجميل إن المسيح إداهم تعزيات كتيرة جدا جدا جدا. قال لهم في صعوبات هتلاقوها قدامكم، لكن في تعزيات هتتمتعوا بيها. وابتدى يكلمهم عن هذه التعزيات اللي هيجدوها في خدمتهم وفي كرازتهم. وأول تعزية نتكلم عنها اللي هي تعزية الروح القدس. قال لهم انكم هتسلمون قدام ملوك وولاة ومجامع ويجلدوكم ويحكموكم، بس قال لهم ما تشيلوش هم، لا تهتموا كيف او بما تتكلمون، ما تعودوش تشيلوا هم هنقول ايه وندفع عن نفسينا ازاي ونحمي عن نفسينا ازاي، لان كده يدي التعزية الكبيرة، لان الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تتكلموا به. أول تعزية ربنا وعدهم بها تعزية الروح القدس المدافع أو المحامي أو الباركليت. كلمة باركليتوس يعني المحامي الأعظم أو الشفيع الأعظم، والمحامي ده يقدر يجيب تعزية للي بيحامي عنه وبيدافع عنه تعزية جميلة جدا جدا. عشان كده شفنا في خلال سفر أعمال الرسل وعلى تاريخ الكنيسة أن في مواقف كتيرة كانوا يقدم فيها التلاميذ وكل الناس اللي تابعوا المسيح لمحاكمات، لكن كنا نشوف الروح القدس بيتكلم بطريقة عجيبة جدا وبيحامي وبيدافع عن التلاميذ، زي بطرس ويوحنا يوقفوهم قدام المجمع، مجمع السنهدرين، فيبصوا يلاقوا الشيوخ بتوع اليهود يستعجبوا جدا، يقولوا منين الكلام اللي بيقولوه ده جابوه، أليس هذان عديم العلم وعاميان؟ استعجبوا بطرس ويوحنا بيجيبوا الكلام ده منين،
دول ناس عديم العلم. عديم العلم يعني مش متعلمين خالص، مش جهلة وبس، دول عديم العلم، ما عندهمش علم خالص، وعميان من عامة الشعب. بيقولوا الكلام ده منين؟ لان هو ده الكلام اللي كان بينطق به الروح القدس فيهم. واحد زي بولس الرسول نشوف محاكمات كتيرة هو بيمر بيها، كانوا يستعجبوا، وفي مرة نلاقيه في جراءة وفي انطلاق يوبخ رئيس الكهنة ويقول له تضربني سيضربك الله ايها الحائط، الحائط المبيض. كان بيجيب قوة منين؟ وكان بيجيب حكمة منين؟ وكان بيجيب ذكاء منين؟ ده في مرة الروح القدس اعطى بولس حكمة انه قسم اليهود على نفسيهم. في مرة كان بيحكموه، كان في جماعة من الفريسيين وجماعة من الصدوقيين. جماعة الفريسيين بيؤمنوا بقيامة الأموات، وجماعة الصدوقيين بيقولوا انه مفيش قيامة من الأموات. وهم الاثنين هيجين على بولس، قام بولس الرسول كده الروح القدس يعطيه حكمة، يقف كده ويقول من أجل قيامة الأموات أنا أحاكم. يقوم الفريسيين يقوم على الصدقيين يقولوا لهم احنا مش لاقيين في حاجة، ده الراجل ده بيتكلم صح، برغم ان هما الاثنين كانوا في الاول بايه بيتهموه. لكن قد ايه الروح القدس يعطي حكمة ويعطي حسن تصرف للانسان. فالتعزية الاولى ان في باركليت يدافع ويحامي عنكم. ما تشيلوش هم تتصرفوا في الموقف ازاي، تقولوا ايه، تدافعوا عن نفسيكم بايه. الروح القدس اللي هو المحامي الباركليت، واحنا عارفين ان ده من عمل الروح القدس انه يحامي عن الانسان، وبيحامي عن الانسان في ثلاث اتجاهات. بيحامي عن الانسان امام الله، بيحامي عن الانسان امام الناس، بيحامي عن الانسان امام الانسان نفسه، ويدافع عن الانسان ضد الانسان نفسه. لما يجي واحد مثلا يغلط وتبقى عليه دينونة في الآب، ينبري الروح القدس يدافع عن هذا الإنسان ويقول للآب كده طول بالك عليه، ما تهلكوش، أنا هغيره، أنا هتوبه، أنا هجدده، ما تنساش إنك بعتني لي كعلامة حب. يقف يشفع فينا أمام الآب الروح القدس، عشان كده يقول يشفع فينا بأنات وتنهدات لا ينطق ايه بها، يئن بدلنا قدام الآب، يدافع عنا قدام الناس، يدينا نعمة قدام الناس. حتى استفانوس اللي واقف قدام مجمع السنهدرين يحاكم، يقول كده لما بصوله وجدوا وجهه كوجه ايه ملاك، الروح بيشاع فيه. محامي يدافع عني ضد نفسي، ما هوش محامي قابل للرشوة. في محامي كده ترشيه او تدفعله مبلغ يطلع المتهم بريء، يعني واحد مثلا في قضية مخدرات يقعد كده يلف ويدور لحد ما يطلعه بريء وياخد منه قرشين تمام. لا، الروح القدس مش محامي مرتشي، لكن الروح القدس محامي امين. تغلط ينبري قدامك، يبكتك ويوضخك، ايه اللي انت عملته ده، يأنبك، ينخز جواك، تصوم، تصلي، تبدي من عشور، تعمل اعمال كويسة علشان تطفي الروح ما يترشيش، يفضل يبكت وينخز جواك. يقولك مفيش فايدة، لازم تتوب، مفيش راحة الا اذا تبت. تقعد تعمل شوية صلوات، تعمل شوية أعمال خيرية عشان تغطي على خطية جواك، لن تقبل، لازم تتوب. فالروح القدس يدافع عن الإنسان ضد نفسه لحد ما يتوب هذا الإنسان. عشان كده أول تعزية حلوة المسيح وعدها لتلاميذه، أنكم مش هتتكلموا، لكن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تتكلمون به. ان الروح القدس هنا هو اللي حيدافع عنكم وهو اللي حيعزيكم. تكونون مبغضين من الجميع، الملوك
والولاة والقادة الدينيين، وبعدين سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم. كل دي صعوبات تنبع من كل اتجاه، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. مش مبغضين من الجميع لأنكم تستحقوا البغضة، لأنكم ناس وحشين ومطعمين وبتضايقوا اللي حواليكم، لكن لا، بيبغضوكم بلا سبب، انتوا عملتوه، لكن بيبغضوكم لسبب واحد فقط، من اجل اسم المسيح اللي دعي عليكم. وفي اوقات كتيرة تبقى تصرفاتنا هي سبب مضايقة الناس اللي حوالينا، بسبب تصرفاتنا وبسبب خطأنا وبسبب انانيتنا وبسبب تذمرنا نضايق الناس اللي حوالينا، فيتضايقوا منا ويبغضونا. لا، ده احنا كده مستحقين البغضة، لكن هو بيتكلم انكم تكونوا مبغضين من الجميع من اجل اسمي، مش من اجل سبب انتوا عملتوه ولا لانكم بتضايقوهم، ولكن لان اجل اسم المسيح اللي هم بيرفضوه ومش عايزين يقبلوه ويؤمنوا بيه. ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. آية لطيفة وحلوة قوي، تورينا بعض الحاجات المهمة، ان لابد من ان هناك نهاية. اول حاجة تطمنهم وتعزيهم وتعزينا ان في نهاية، مهما كان الضيق ومهما كان الالم ومهما كان التعب، اول حاجة تعزينا ان لابد للضيق وللالم ده من نهاية. على رأي المثل اللاتيني يقول مثل كده، لما يحبوا يعزوا بعض، لما يكون واحد في ضيق او في مشكلة يقولوا له هذه ايضا سيضع الله لها حدا، يعني الالم اللي انت فيه ده ليه نهاية، اطمن مش هيطول، مش هيكون الى الابد، مهما طال الوقت لكن ليه نهاية. فاول حاجة تعزي ان الضيقات اللي انتوا بتعيشوها او الصعوبات اللي انتوا بتلاقوها اطمنوا ان ليها نهاية. على رأي في سفر ارمية ربنا يتكلم، هو وقت ضيق على يعقوب ولكن سيخلص منه، هو وقت ضيق لكن حينتهي. فاول حاجة اطمننا ان للألم ده نهاية، ان ليه مدة محدودة وزمن محدود. وتاني حاجة تطمننا برضك ان هذا الالم محتمل، يمكن احتماله، والمسيح بيقول كده من يصبر الى المنتهى. يصبر يعني يحتمل الالم ده، ممكن تحتمله، ما هوش فوق طاقتك، ما هوش فوق قدرتك، ليست هذه الالام مما لا تحتمل، ولكنها تحتمل وفي قدرة الانسان ان يحتملها. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. والخلاص هنا هو جزاء الانسان اللي بيحتمل ويصبر. عشان كده كل ما تمر بفترة في ضيق او في الم او في اكتئاب او في اي مضايقات، عزي نفسك باستمرار ان لهذا وقت ينتهي. ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمة، مهما كانت هذه الآلام فالآلام دي هتنتهي وتزول، والآلام دي محتملة، ما تقلقش منها وما تنزعجش منها. عشان كده السيد المسيح أعطى تعذية الروح القدس أولا، الباركليت للتلاميذ، وبعدين طمنهم أن هذه الآلام محدودة، وأن هذه الآلام محتملة، وأن مكافأة الذي يصبر هو الخلاص. بس هي مشكلة الإنسان باستمرار إنه ما بيصبرش، ما بينتظرش، بيستعجل. عشان كده قال لهم في حتة تانية، بصبركم تقتنون أنفسكم، ومتى تردوكم في هذه المدينة فاذهبوا إلى الأخرى. مش عايزونكم في البلد دي، ما تزعلوش، سبوها وروحوا للبلد التانية. وأنتوا رايحين برضك البلد التانية حاملين نفس الكرازة وحاملين نفس البشارة، اقترب منكم ملكوت الايه؟
السماوات. لو في انسان رفضك سيبه وروح حتة تانية. فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. هي الآية دي ليها كذا معنى، أو الناس احتارت في تفسيرها. إيه لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان؟ هل كان مقصود بيها الكرازة بتاعت الاثناشر رسول أيام ابن المسيح، إنه بيقول لهم يعني هتلفوا على مدن إسرائيل اللي أنا بعتكم ليها، وبل ما تخلصوهم يكون الوقت اللي المسيح هيجي فيه إلى أورشليم ليصلب، إن الخبر هيكون وصل للكل، أو إن بعض المفسرين بيقولوا إن من بعد قيامة المسيح هيلفوا في كل إسرائيل ويبشروها لحد ما تيجي سنة 70 ميلادية، يوم الدينونة بتاع أورشليم اللي فيها خرب تيتوس مدينة أورشليم وهد الهيكل وخرب كل البلد. يأتي ابن الإنسان في مجيئه، لما قال لها كده لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. أو الرأي الثالث إن يأتي ابن الإنسان في مجيئه الثاني لما تصل الكرازة والبشارة لإسرائيل لليهود، لما اليهود يؤمنوا بشخص السيد المسيح. وده اللي قاله بولس الرسول، ان من علامات نهاية الأزمنة او اواخر الايام ان شعب اسرائيل يقبل ويعترف بالمسيح. ليس التلميذ افضل من معلمه، ليس التلميذ افضل من المعلم، ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه والعبد كسيده. تعزية ثالثة بيضيفها للصعوبات وللآلام. التعزية الأولى تعزية الباراكليت، يعطيكم الروح القدس ما يجب أن تتكلمون به. التعزية الثانية من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، إن الألم محدود وإن الألم محتمل. التعزية الثالثة في شخص المسيح نفسه، قال لهم يكفيكم أنكم تكونوا زي إذا كانوا اضطهدوا معلمكم وإذا كانوا أتعبوا سيدكم. فكل ما تتعبوا كل ما تتضايقوا كل ما يضايقوكم ويؤلموكم افتكروا سيدكم ومعلمكم اللي اجتاز هذه الآلام، فتنالوا تعزية من شخصه. عشان كده حلو جدا للإنسان اللي في ضيقة أو في ألم أو في حزن انه لما يكون متضايق يطلب تعزية الروح القدس اللي اتكلمنا عنها، يحس ان الالم محتمل ويمكن احتماله، وان الالم محدود وله وقت وينتهي. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. تعزية الثالثة المفرحة ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح، لئلا تكلوا وتخوروا في أنفسكم. بولس الرسول بيقول للعبرانيين كده، لما تجاهدوا وتتعبوا وتتألموا بصوا لرئيس الإيمان الذي أكمله، عشان تاخدوا قوة تاخدوا تعزية، تحس إن المسيح شريكك في الضيقة، إن المسيح شريكك في الألم، إن المسيح بيجوز معاك الألم في كل ضيقهم تضايق. كل ضيق وقع عليهم وقع على المسيح، وملاك حضرته خلصهم، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام. ثلاث أفعال حلوة قوي، فكهم من الحجر اللي ربطاهم ومؤيداهم، وبعدين رفعهم لفوق، فوق الصعوبات وفوق الألم وفوق الضيقات، ومش رفعهم وبس، وكمان ايه حملهم كل الايام. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرتهم خلصهم، هو رفعهم، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الايام. التعزية الاجمل من كده، لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين.
لما التلميذ يبص لمعلمه ياخد تعزية من المعلم، ولما العبد ياخد ينظر إلى سيده ياخد تعزية من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعل ذابول فكم بالحري أهل بيته. لهم ما تزعلوش إن كانوا شتموني أنا وقالوا علي بعل ذابول، قالوا على الإله بعل ذابول، زعلوش، فكم بالحري أهل بيته. بعل ذابول اللي هو إله الذباب أو الإله بال اللي كان على المرتفعات بتاعت الصيدويين، ويعني اليهود حبوا يحقروا الصيدويين فسموا البال ده ذبوب أو إله الدبان كحاجة من النجاسة يعني، وقالوا على المسيح. المسيح قال لهم إذا كانوا تريقوا علي واستهزأوا بي فده خليكم تجدوا تعزية، إذا كانوا عملوا معايا كده فتوقعوا إن هم هيعملوا معاكم كده، لكن ما تخلوش الكلام ده يأثر فيكم لأنكم ستنظروا المجد اللي انتوا هتشوفوني فيه. الغريب جدا ان هم يوصفوا المسيح والتلاميذ بانهم بعل ذبول رئيس الشياطين. ده المسيح والتلاميذ ألد اعداء الشيطان، فكيف يوصفون اعداء الشيطان بانهم اصدقائه؟ لان كان السلطان اللي احنا قريناه في اول الاصحاح اخرجوا شياطين، اخرجوا شياطين، دمروا مملكة الشيطان، لكن الناس اللي مش شايفة قالت انه ببعل ذابول. فلا تخافوهم لان ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، الذي اقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الاذن نادوا به على السطوح. رابع تعزية نجدها عدم الخوف، عدم الخوف اللي يعطي الإنسان جراءة في أنه يعلن الحق ويعلن النور. ليس خفي إلا ويعلن. هم اتهموكم بأنكم ببعل ذابور رئيس الشياطين، لكن حيجي الوقت اللي حيعلن فيه سر قوتكم ومجدكم، وحيعلن على الملا للكل. لو اتهموكوا ظلما هيجي الوقت اللي هيعلن فيه براءتكم ومجدكم. عشان كده خلي عندكم الجراءة انكم تقولوا كل حاجة في النور وفي الوضوح. بس الاختبار الحلو اللي بقوله لكم في ودانكم واللي بتعرفوه في المخدع وفي الظلمة بيني وبينكم، حولوه لاختبار يعلن امام الكل نادوا به على السطوح، اظهروه في النور. على قد ما بيكون للإنسان والخادم والرسول بتاع الملكوت علاقة شخصية وسرية بينه وبين المسيح، على قد ما مجد هذه العلاقة السرية يعلن في العلاء في العلا وفي النور وعلى السطوح قدام الجميع. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. تعزية الرابعة عدم الخوف، ما تخافش من حاجة. إذا كنت أنت رسول المسيح ورسول الملكوت وتحيا من أجل هدف الملكوت فلا تخاف من أي شيء، ما تخافش، لأن أهم حاجة قوة العدو محدودة، قوة العدو محدودة، مهما حاول يعمل ممكن يصل في اللي عايز يعمله بيك إلى إيه؟ أقصى ما يمكن يعمل إنه يموت الجسد، قوته محدودة. والجسد ده اللي ممكن يموته هو ما عملش حاجة، لأن الجسد ده في يوما ما سيموت سينتهي. عشان كده ما تخافش، محدش يقدر يعمل لك اي حاجة، محدش يقدر يأذيك، ما تخافش من اي شيء، لان القوة اللي بتهاجمك مهما كانت محدودة.
مش هيقدروا يعملوا إلا يقتلوا الجسد اللي حيموت من تلقاء ذاته. عشان كده ما تخافش من الناس، وافرحوا وتعزوا بهذه التعزية إن ما حدش ليه سلطان عليكم. عشان كده يقولوا عبارة لطيفة قوي، يقول لا تخاف من من يخيف، لكن خاف من من لا يخيف. تاني، لا تخاف من من يخيف. الناس اللي بتيجي تخوفك وتهددك ما تخافش منها، لكن خاف من من لا يخيف، اللي هو مين؟ ربنا. ما بيخوفش حد، لكن ده اللي يجب ان احنا نخاف منه. على رأي احد الشهداء بيقول قول لطيف قوي وهو متقدم للاستشهاد، يقول انا لا اخاف لاني اخاف. انا لا اخاف، لا اخاف اي انسان او اي تهديد او اي موت، لاني اخاف. اخاف مين؟ اخاف الله. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن خاف من اللي ليه سلطان انه يهلك الجسد والنفس في جهنم. عشان كده القلب اللي مفتوح ناحية ربنا ويخاف، ومخافة الله والمخافة تجاه الله موجودة باستمرار في حياته، في واقع الأمر هو لا يخاف أي شيء في هذا الوجود أو في هذا العالم. فالمسيح هنا بينزع الخوف منهم، ما تخافوش من أي حد، لأن أي حد قدرته محدودة ومش هيقدر يعمل حاجة، لأن الجسد ده اللي أقصى ما يمكن يعمله الجسد ده حيموت تلقائي. لكن ما تخافوش من الموت، لأني أنا حكسر شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هوية؟ الموت اللي كان سيف مسلط على كل الرقاب، أنا حكسر شوكته. عشان كده واحد زي بولس الرسول يتجرأ ويقول والموت لي إيه؟ ربح، مكسب. لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. عشان كده لما نبص لحياة التلاميذ في كرازتهم، قد إيه إن هم لم يرهبوا شيء، ولم يخافوا شيء، ولم يحبوا حتى حياتهم، بل سلموا حياتهم للموت، لأن الموت ده ما بقالوش سلطان عليهم. أليس عصفوران يباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ يديهم التعزية الخمسة. التعزية الخمسة في رعاية الله للإنسان، وبيضرب لهم كذا مثل عن هذه الرعاية. عصفورين بيتباعوا بفلس، يعني كل عصفور قيمته أقل من الفلس اللي هو أدنى شيء أو أقل عملة. كل عصفورين بفلس، لكن مفيش واحد من العصفورين دول يسقط إلا بإذن وبأمر الأب السماوي. يعني إيه يسقط؟ إحنا عارفين العصافير مكانها الجو، مكانها الطيران، بتطير فوق، لكن مفيش حد فيها يسقط إلى الأرض. يسقط بمعنى يموت أو يفشل في إنه ياخد مكانه إذا كان مكانه فوق في السماء أو في الجو، إلا بإذن الأب. إذا كان العصفور اللي أقل من الفلس، أو في حتة تانية بيقول إذا عصفورين يباع، خمسة عصافير تباع بإيه؟ بفلسين. يعني العصفورين بفلس واحد، يبقى الخامس ده فوق الإيه؟ فوق البيعة. ده يعني ملوش قيمة، أخده زيادة كده، عصفور ملوش قيمة. إذا كان الشيء اللي ملوش قيمة أو قيمته أدنى من أقل قيمة، ليه قيمة في نظر الله؟ فكان بالأفضل أنتم أفضل من عصافير كثيرة. عشان كده لما بيتكلم عن الرعاية، ما تخافش، مش بس تهديد الموت والأكل، لكن ما تخافش على مكانتك، لأن أنت مكانتك موجودة بإذن الله وبأمر الله. ما تخافش على احتياجاتك، شعور رؤوسكم كلها محصاة. إذا كان شعر رأس الإنسان معد وما فيش شعراية بتسقط إلا أيضا بإذن الله وبإرادة الله، عشان كده قال لهم ما تخافوش، أنتوا في رعاية. اكتشف رعاية ربنا ليك فتجد تعذية. اعرف إن ربنا بيرعاك،
ادخل في رعايته وتمتع برعايته، عشان كده ما يبقاش الخوف يهدد حياتك، تجد تعدية كبيرة جدا. ده حتى العصفورين اللي بيتباعوا بفلس، لو بتفتكروا معايا في سفر اللاويين في شريعة تطهير الإنسان الأبرص، كان الإنسان الأبرص لما يجي يتطهر يجيب عصفورين، يعملوا ايه في عصفور وعصفور التاني يعملوا فيه ايه؟ يذبحوا واحد وياخدوا من دمه ويحطوا من دمه على جناح العصفور التاني ويطلقوا العصفور التاني ايه؟ حي، رمز للموت وللقيامة. لكن انهي عصفور هيتذبح وانهي عصفور يطلق حي؟ ما هو بيجيب العصفورين، طب يختاروا مين فيهم؟ ده حتى العصفور اللي بيسقط ميت ده ايضا ليه موضع عند الله. ربنا هو اللي بيديهم حكمة انه يختار ده يموت وده يطلق ايه؟ حي. عشان كده ما تنطربش وما تنزعجش لحياتك ولا لموتك، لان حياتك وموتك في ايدين الاب السماوي. امتى هتسقط يعني تموت وامتى تنطلق حي؟ دي بارادته، لان الشعرة بتاعتك امتى تقع وامتى تفضل في راسك دي ايضا بارادته. فقال للتلاميذ اتعزوا تعزية حلوة جدا، ان انا بعتني بكم ان انتوا افضل من عصافير كتيرة. اذا كنت بعتني بالشيء اللي مالوش قيمة او قيمته اقل من ادنى قيمة، فتأكدوا من رعايتي ليكم ومن حفظي ليكم. كل دي تعزيات بيديها المسيح ليهم بعد ما اتكلم عن الضيقات اللي اتكلمنا عنها في الاول. فكل من يعترف بي قدام الله قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس انكره ايضا قدام ابي الذي في السماوات. بيحط قدامهم عمل الرسالة، ان انسان الملكوت ينبغي ان يشهد ويعترف بالملكوت. المسيح هو الملكوت، عشان كده ينبغي ان احنا نعترف بهذا المسيح وبهذا الملكوت، نعترف به في كلامنا، نعترف به في تصرفاتنا، نعترف به في حياتنا، نعترف به في كل شيء. ومن انكرني انكره، اللي بينكر المسيح في كلامه واللي بينكر المسيح بسكوته. وفي وقت ينبغي ان انت تتكلم وتشهد فيه للمسيح، لو سكت انت انكرته، لو ما اظهرتش المسيح في فعلك انت بتنكره في افعالك في تصرفاتك. عشان كده انسان الملكوت ينبغي ان يكون كلامه وسلوكه وانفعالاته تشهد للمسيح وتشهد لهذا الملكوت. في قصة لطيفة قوي تدينا فكرة على قد ايه ممكن الانسان بسبب السكوت يكون بينكر فعلا. عائلة عندها ابن وحيد مدلل، وبعدين حب واحدة ما هياش من مستواه ولا تتفق معه اطلاقا، واصر انه يرتبط بيها. العيلة رفضت وقومته كتير جدا، وبعدين هو اصر على موقفه عايزها وارتبط بيها اتجوزها، وبعدين جابها في وسط البيت بتاعه في وسط اهله بيحبوه ومش عايزين يجرحوا كرامته، في نفس الوقت مش موافقين على ارتباطه بالشخص ده او بالانسانة دي. فكانت الحاجة اللي لجأوا ليها ايه؟ ان هما قبلوا وجودها في البيت معاهم، لكن محدش هيكلمها، محدش هيتعامل معاها، هيسكتوا تجاهها. فطبعا القصة بتحكي مدى الجحيم اللي عاشته الانسانة دي، بسبب مش بسبب ان هم بينقروها، بسبب ان هم ايه؟ ساكتين. عشان كده يمكن السكوت بيكون اقصى من الكلام. نعترف ام ننكر بسكوتنا؟ لان ممكن في وقت كان ينبغي انك تشهد فيه للمسيح وتتكلم وتنطق وانت سكت، ده نوع من الانكار، وانكار قاسي جدا. يمكن بطرس الرسول
بيسألوا كده بيحاولوا يختاروا عنوان لموضوع عن القيامة والتلاميذ وعمل القيامة في التلاميذ. فبيقولوا لي يعني بطرس ده رمز للإنكار، تلميذ الأنكر. فأنا كان ليا رأي كده اكتشفته فعلا، مش بطرس بس اللي أنكر، بطرس أنكر باللسان لكن كل التلاميذ أنكروا، بس أنكروا بالإيه؟ بالسكوت، تركوه وحده. ده نوع وده نوع من الإنكار. بطرس يمكن سب ولعن واتكلم كلمتين، لكن بقية التلاميذ سبوه، أنكروه بالسكوت. عشان كده في الوقت الذي ينبغي أن تشهد فيه للمسيح ولا تشهد، هذا إنكار. لكن إنسان الملكوت ينبغي أن يكون مستعد أن يعلن مسيحه ويعلن هذا الملكوت في كل وقت وفي كل مجال وفي كل زمان. لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، لأني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. إيه يا رب ده ما جئت، أو بتقول إنك جيت لا لتلقي سلام بل لتلقي سيف؟ أمال لما اتولدت الملائكة رتلت وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس الإيه؟ المسرة. وبيسموك أنت رئيس السلام وملك السلام، ازاي يا رب ما تديه السلام؟ ايه قد يظن بعض الناس ان المسيح كان بيدعو الى حرب او الى سيف، لكن في واقع الامر المسيح جه من اجل السلام، ان يصنع في داخل الانسان سلام، سلام تجاه الله، سلام تجاه الانسان الاخر، سلام تجاه الانسان ونفسه. لكن في سيف حصل، هو سيف الانقسام، ان في ناس هتقبل السلام وتعيش بيه وهيتمتعوا بيه، وفي ناس تانية في نفس العيلة هترفض هذا السلام وهترفض هذا الايمان. عشان كده قال في سيف الانقسام، الاب هيقوم على الابن والام على الابنة والكنة ضد حماتها، لان في ناس هتقبلني وفي ناس مش هتقبلني. عشان كده هينشأ انقسام، والانقسام مش انا اللي اوجدته او انا اللي عايزه، الانقسام لان في ناس هتقبل المسيح وفي ناس مش هتقبل المسيح، واللي هيقبلوا المسيح هيضطهدوا من الذين لن يقبلوا المسيح. عشان كده اول ما نشأت المسيحية بالرغم من انها حياة السلام، الا ان عصر الاضطهاد كان من اشد العصور اللي مرت بيها البشرية، واللي مات منها ناس كتيرة في البشرية بسبب المسيح. والمسيح سبق وأنبأ بهذا السيف وبهذا، في أم هتقبل وبنت مش هتقبل، في كنة هتقبل وحما مش هتقبل. عشان كده هيبقى فيه انقسام، وأعداء الإنسان أهل بيته. في ناس تاخد الآية دي وتقول أهو المسيح قال إن أعداء الإنسان أهل إيه؟ أهل بيته، يعني عشان كده لازم يبقى في خلافات في بيوتنا. لا، أعداء الإنسان أهل بيته، اللي هيقبله واللي مش هيقبله، إن في جزء هيقبل المسيح وفي جزء هيرفض المسيح. لكن لو العيلة كلها للمسيح ما تنفعش، أعداء الإنسان مش أهل بيته. ما كل واحد لما يتخانق مع العيلة بتاعته يقول لك ما أصل المسيح قال كده إن أعداء الإنسان أهل بيته. لا، أعداء الإنسان أهل بيته قيلت للبيت اللي حينقسم بسبب ناس تقبل المسيح وناس مش هتقبل المسيح. لكن إذا كانت البيت كله للمسيح فينبغي أن يكون هذا البيت بيت غير منقسم، بيت واحد، لأنه يتبع الشخص الواحد، يتبع المسيح نفسه. وهنا السيد المسيح بيحط ان حتى العلاقات او الروابط الأسرية او الروابط العاطفية ينبغي الا تكون عائق للانسان انسان الملكوت. ده هنشوف ان المسيح بيقول له حتى الروابط العائلية، راحتك شخصية بل حياتك نفسها
ضيعها من أجل الملكوت، لأن بيقول اللي خايف على حياته بيلملم عليها هيضيعها، لكن اللي بيضيع حياته من أجلي حقيه هيجدها. عشان كده حتى الروابط العائلية، حتى راحتك الشخصية، حتى حياتك لا تكن عائق ليك في طريقك إلى الملكوت. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. وقد تبدو الآية دي في مظهرها كده يعني أن المسيح أناني، عايز كل الناس تحبه هو إيه أكتر، وكل المحبة تبقى موجهة ليه إطلاقا. المسيح عايز يحط بيننا وبين بعض علاقة صحيحة، علاقة سليمة، ما تبقاش العواطف والانفعالات هي الروابط اللي بيننا وبين بعض، لأن الإنسان متغير. اللي بيحبه النهاردة بيكرهه بكرة، واللي بيعجبه النهاردة بيزهق منه بكرة، واللي بيحترمه النهاردة بيحتقره بكرة. الإنسان في عواطفه متقلب متغير باستمرار. فمش عايزنا نبني علاقتنا بعضينا الأب والأم والأولاد والزوج والزوجة والأصدقاء على المتغير، لكن عايزنا نبني علاقتنا على الثابت اللي ما بيتغيرش. طب ومين هو الثابت اللي ما بيتغيرش؟ هو المسيح. عشان كده لو بتحب أبوك حبه على أساس المسيح، لو بتحب زوجتك حبها على أساس المسيح، لو بتحب صاحبك حبه على أساس المسيح، لو بتحب ابنك حبه على أساس المسيح، مش على العواطف ولا المشاعر ولا الانفعالات، لأنها لا تدوم وتتغير. لما المسيح بيقول أكثر مني فلا يستحقني، مش لأن المسيح عايز كل المحبة تتوجه لي، لكن المسيح عايزنا نحب بعض صح. تحب الرب إلهك وتحب قريبك وتحب نفسك، بس تحبها صح، مش على المتغير اللي بينفعل ويتغير، لكن تحبها حب صحيح على الثابت اللي ما بيتغيرش. ولا يوجد شيء ثابت في هذا العالم إلا شخص المسيح. يا ما سمعنا عن أمثلة لناس كانوا بيحبوا بعض جدا وتحول هذا الحب إلى كراهية شديدة جدا جدا. أمنون وثمار ده يقول إن البغضة التي أبغضها بها كانت أشد من المحبة التي أحبها بها. ياما على تاريخ البشرية تورينا قدين الإنسان انفعالي متغير، اللي فرحانين ببعض النهاردة ومبسوطين جدا من بعض النهاردة، ويعني متخيلين إن مفيش بعد كده، تاني يوم ولا تالت يوم تلاقي مدى التنافر والتضاد والكراهية والحقد والاحتقار والازدراء. عشان كده اي علاقة عاطفية او اي انفعالات لابد ان تكون مبنية على شخص المسيح، مش في صورة وهمية، صورة حقيقية، صورة المسيح الحقيقية، مش تخيل او كلام. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. كلمة يأخذ دي لطيفة قوي، كعلامة من علامات الإنسان اللي ساير في طريق الملكوت الصليب. والصليب ده ربنا بيقول من يأخذ، يأخذ يعني إيه؟ ياخده بحريته بمزاجه بإرادته، يمد إيده كده وياخد الصليب، مش الصليب يوضع عليه غصب عنه. من يأخذ ومن لا يأخذ، اللي مش عايز ياخد الصليب بحريته ويتبعني ما يستحقنيش. اللي عايز يشيل الصليب، الصليب مش هو انك تعمل ما يرضيك او ما تحبه او ما يكون على مزاجك، لكن الصليب في معناه الحقيقي هو ان تفعل ما يريده المسيح وما يحبه المسيح. ده الصليب في معناه الحلو. اتكلمنا قبل كده عن حمل الصليب،
سواء في المحبة أو في الغفران أو في الخدمة أو في الألم، تقدروا تبقوا تسمعوا الشريط ده تاني. لكن في كلمة واحدة، إن الصليب ده هو إنك تعمل اللي عايزه ربنا، اللي بيحبه المسيح، مش اللي في مزاجك أو اللي بيريحك أو باللي فرحك أو يعني اللي أنت حاسس إنه هو صح. ده حمل الصليب، وتعمله بمنتهى حريتك وإرادتك، مش غصب عنك. من لا يأخذ صليبه فلا ويتبعني فلا يستحقني. تمشي ناظر للمسيح اللي شايل الصليب قدامك، لألا تكلوا وتخوروا، كلمة اللي قلناها في الأول، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. ومن وجد حياته يضيعها، اللي بيرسم حياته بمزاجه برغباته بشهواته في الآخر هتضيع منه. ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. لكن الذي يبذل حياته، يبذل كل شيء حتى حياته من أجل المسيح، سيجد حياته، لن تضيع منه، لأنه هو ضامن الحياة. خدوا بالكم من كلمة من أجلي ومن أجل اسمي، بتتكرر كثير قوي في هذا الإصحاح. إن الهدف من تبعيتنا ومن سرنا نحو الملكوت هو شخص المسيح نفسه. عشان كده كل الأعمال اللي هنعملها هنعملها من أجل اسم المسيح. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، ومن يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم لا يضيع أجره. أحد الفلاسفة القدام الإغريقي يقول تعبير لطيف قوي، اسمه سينيكا، ده كان فيلسوف، يقول يجب إذا أردت أن تقدم لي خدمة، يجب ألا تتمم الخدمة فقط، بل يجب أن تشعرني وتقنعني أنك تقدمها لأجل اسمي. تاني، يعني لو أنت عايز تقدم خدمة لحد، مش مجرد أنك تعمل الخدمة وخلاص تكمل المهمة وانتهى الموضوع، لا، لو عايز تكرم حد، أنك تخليه يشعر ويقتنع أنك بتعمل هذه الخدمة من أجله شخصيا وعشان خاطره هو ومن أجل اسمه. ما هو في فرق، واحد بيعمل خدمة اهو، عمل خدمة وخلاص، شوف لي الموضوع الفلاني حاضر ويروح يتمم الموضوع الفلاني، وواحد تاني يهتم ويشعر هذا الانسان ان كل عمل بيعمله علشان خاطره، عشان انا بحبك، عشان انا مهتم بيك. ما يكفيش انك تقدم لي خدمة، ما انت ممكن تقدم لي خدمة بطريقة مقززة. بيقول أدخلت من كثرة ذبائحكم، ما هو بيقدموا ذبائح كثيرة لربنا، لكن ربنا ايه؟ مش عارف، مش عايز. لا تقدم بالحب، لا تقدم من اجل اسمه. اذا كنت عايز تقدم لي خدمة، ما يكفيش انك تقدمها لي فقط، لكن تقنعني وتشعرني انك تقدمها من اجلي، عشان خاطري، عشان خاطر اسمي. عشان كده وانت ساير في طريق الملكوت وبتتعب اتعاب الملكوت وبتجاهد جهاد الملكوت، اتعب وانت حاطط من اجلك يا يسوع. على احد الامهات المختبرات كده، انها حطت جواها او جوا نفسها قرار انها لن تفعل عمل الا وهي بتقول من اجلك يا يسوع، مش هاخد حتى ورقة اشيلها من الارض ارميها في صندوق الزبالة وانظف الارض الا وانا بقول من اجلك يا يسوع. كل عمل هعمله من اجلك يا يسوع، وكل احتمال هحتمله من اجلك يا يسوع. عشان كده بيديهم التعزية الاخيرة اللي في الاصحاح ده، والتعزية المفرحة جدا، ليقبلكم يقبلني انا شخصيا، ان دي اعظم كرامة، ان كرامتكم هتكون هي كرامتي انا ايه؟ شخصيا. وكرامتي انا ستكون هي ايه؟ كرامتكم.
عشان كده هنا يظهر الاتحاد الجميل بين شخص المسيح وبين هؤلاء السائرين في الطريق الى الملكوت. ان كان في الاول قال لهم انكم تكونون مبغضين من الجميع لاجل اسمي وانهم هيرفضوكم، لكن ادهم تعزية، لا ده في ناس هتقبلكم، في ناس هتقبلكم، في ناس هتفرح بيكم، كرامتكم تبقى من كرامتي هي شخصيا وكرامتي هي كرامتكم، في قبول ليكم، مفيش رفض على طول، ده في مكافأة. ان حتى اللي سقى كوب ماء بارد باسمي لا يضيع ايه اجره، في اجر، في مكافأة. حتى العمل البسيط انك تسقي كوباية مية باردة، باردة يعني لا تعبت في تسخينها ولا عملت فيها اي مجهود، جبت شوية مية وقدمتها. عشان كده اعمال الرحمة لا تقاس قيمتها بمادياتها، لكن بالدافع اللي قدمت من اجله. عشان كده المسيح مدح الفلسين بتوع الايه المرأة اكتر من الناس اللي حطوا الاف فين في الخزانة، فرح بالمرأة اللي حطت فلسين، لان الدافع من اجلي، من اجل اسمي، عشان خاطري، عشان خاطر الحب. اعمال الرحمة لا تقبل فقط ولكن تكافأ باجر. وبعدين يقول من يقبل نبي باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ. ايه الفرق بين النبي والبار؟ النبي، النبي كانت وظيفته ايه؟ يعلن كلمة الله للايه؟ للناس. ده بيتكلم باسم ربنا، بيعلن كلمة الله. طب والبار؟ مين هو البار؟ اللي عاش كلمة ايه؟ ربنا. النبي هو اللي اعلن كلمة الله، والبار هو اللي عاش كلمة الله ونفذ كلمة ربنا. خدوا بالكم المعنى الجميل، ان مش ممكن الكل يكونوا انبياء، مش ممكن الكل يكونوا خدام، لكن في ناس بتاخد اجر النبي واجر البار اللي اعلن واللي عاش، بالرغم ان هم مش من طائفة الانبياء ولا من طائفة الخدام. يعني الزوجة اللي بتقف ورا جوزها الخادم وبتسهل له طريق الخدمة، ما بتصعبهوش. ممكن الخادم ده يبقى مشهور ومعروف وكل الناس بتشهد ليه، لكن في واقع الامر ان اللي الزوجة بتعمله في اهتمامها بجوزها وتسهيل مهمته وما بتكونش عائق ليه، بتاخد نفس اجر الايه؟ الخادم. الأب اللي ما بيمنعش ابنه من الخدمة وما بيبقاش عائق لابنه في الخدمة، النفس اللي بتخدم، ما هو الخدام دول محتاجين للي يوضب لهم ظروف معيشتهم، أكلهم وشربهم وهدومهم ولبسهم ويسهل لهم وقتهم علشان يدوا وقت أكتر لربنا. ما هو اللي بيعمل الأعمال البسيطة دي قد لا يكون ظاهر قدام الناس، لكن اجره اجر النبي واجر الايه؟ البار. عشان كده في نوع من الخدمه الخفيه، ما تفتكروش ان بس الخدام المشهورين ولا الظاهرين هم دول اللي ربنا بيديهم مكافاه او هم دول اللي بيفرح بيهم، لا، دايما ورا الخدام دول ناس كتيره بتسندهم بمعونتهم وبصلواتهم وبخدمتهم الشخصيه، والناس اللي بتسندهم دول لهم اجر النبي وليهم اجر البار. ومن سقى هؤلاء الصغار كأس ماء بارد باسم تلميذ وقدم له باسم هذا التلميذ، فالحق اقول لكم انه لن يضيع اجره، لا يضيع اجره. ان العمل البسيط اللي بيقدم من اجل الحب ومن اجل الرحمة مهما كانت بساطته، لكن الله لا ينساه، لأنه ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة. قصة لطيفة تورينا قد إيه ممكن الإنسان يشترك في الكرازة وينال أجر الكرازة والكارز دون أن يكرز بفمه. كان في واحد واعظ بيقول في القرى يتكلم عن المسيح. كان في البلد اللي هو عايش فيها واحد اسكافي جزمجي،
إنسان بسيط جدا جدا، قلبه مليان بمحبة ربنا، لكن ما بيعرفش يوعظ، ما بيعرفش يخدم. ففي مرة تقدم للوعظ ده قال له شوف أنا عملت لك جزمة عشان تلبسها وتلف بيها تتكلم باسم المسيح، أنا مش عايز ثمنها، لكن الجزمة دي هدية ليك عشان تركبها وتلف بيها تخدم وتتكلم باسم المسيح. أنا ما عرفش أعمل حاجة غير كده. فانطبقت عليه الآية دي، من يقبل نبي فباسم نبي إيه يأخذ، ومن يقبل بار باسم بار أو بأجر بار، أجر النبي وأجر البار هياخده. لأن هي دي حلاوة المسيح في دعوته للملكوت، إن حتى الأعمال البسيطة اللي ممكن الإنسان يعملها، بل حتى الأعمال الساذجة اللي ممكن الإنسان يعملها لا تنسى عند الله. كده يختم المسيح تعزياته الجميلة جدا، شفناها من أول تعزيات الروح القدس الباركليت المحامي اللي بيدافع، لتعزية من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، وتكلمنا عن الألم إزاي تتعزى وترفع فوقه وتتأكد إن المسيح بيقول لك كده، إن الألم ده لي نهاية لا يمكن يكون إلى الأبد، إن الألم ده محدود مهما كان حينتهي، وإن الألم ده محتمل تقدر تحتمله، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وبعدين اتكلمنا عن التعزية الجميلة، ليس التلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده، زي تبص ناظر إلى شخص المسيح تاخد منه التعزية، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام. بعدين تعزية عدم الخوف، ما تخافش من الموت، لأن الألم اللي بيسببه الناس اللي حواليك ألم محدود، والموت اللي هم بيهددوا بيه ده حيجي طبيعي للجسد. تعزية الرعاية والعناية تحت يد الله من العصفور ومن الشعرة. تعزية من يقبلكم يقبلني، المجد اللي للإنسان اللي ساير في الملكوت من خلال اتحاده بشخص المسيح نفسه. دي الإرسالية اللي بعتها المسيح الأولانية لل 12 تلميذ. بعد العيد ان شاء الله نبقى نكمل